العهد القديم أحبائي هو شاهد لهوية المسيح، وعندما جاء المسيح في ملء الزمان كان العالم بينتظر، كان العالم بيبحث عن المسيح. ويقول الكتاب المقدس: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا. يعني الكيفية، جاء المسيح مولودا من امرأة، من القديسة المطوبة مريم العذراء، مولودا تحت الناموس، يعني كان في شريعة والشريعة كانت تمارس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. فكل محور الكتاب المقدس هو موضوع التبني، موضوع الإيمان بالله من خلال يسوع المسيح، فنحصل على البنوية. وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.